العائدون السوريون الرقم الأخير استقيناه من الهلال الأحمر السوري الذي يقول أن منذ 24 سبتمبر وحتى الأيام القليلة الماضية لجأ حوالي 440 ألف شخص من لبنان، تقريبا 70% منهم سوريون والباقي يعني 30% لبنانيون هربا من القصف الإسرائيلي، لكن هذه هي الأرقام الرسمية فقط، ويعتقدوا أن هناك لأن هؤلاء تم إحصاؤهم عبر المعابر الحدودية الرسمية، يعتقدوا أن آخرين عبروا بشكل غير رسمي، فقد يكون الرقم أكثر من ذلك. أما فيما يخص المعتقلين فنحن خصوصا وثقنا 4 حالات، لكن هناك حالات أكثر تم توثيقها من طرف منظمات أخرى. فالشبكة السورية لحقوق الإنسان تقول أن هناك عشرات الحالات من الاعتقالات الإضافية ضمن هؤلاء العائدين. بكل وضوح يبدو أن العودة ليست آمنة، ويعني هذا ليس أمر جديد، فلا طالما قلنا أن سوريا ليست بلدا آمنا للعودة حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة أو إسرائيل هذه التقارير، تقريرنا سيفيد بأمر دقيق، هو أن نقدم حالات وأرقام، ولسنا الوحيدين طبعا، هناك منظمات حقوقية أخرى ومنها المنظمة التي ذكرتها سابقا الشبكة السورية لحقوق الإنسان. فيعني فكرة أن سوريا ليست بلد آمن هي فكرة تروج منذ سنوات في محافل الدولية، ونحن نروجها ومنظمات حقوقية أخرى تروجها، لكن هذه يعني حالات دقيقة. هؤلاء عادوا لأن لبنان تم قصفه من طرف إسرائيل فتم اعتقالهم، ولدينا كذلك روايات شخصية مثل رواية هذا الشخص الذي يعني نزح مع زوجته و4 أطفال فتم اعتقاله مباشرة، ويعني لدينا تفاصيل. فهذه حالة إنسانية ولدينا حالات إنسانية أخرى، يريد لو هذه أن هذه الحالات تعطي صورة يعني بشرية غير الأرقام، ونتمنى أن الحكومات الأجنبية وخصوصا الأوروبية تعتمد هذا التقرير وتقارير أخرى لكي ترى أن فكرة أن سوريا ليست بلدا آمنا للعودة هي ليست فكرة نظرية بل هي واقع ملموس. السياسة ليست مفصولة عن التقارير الحقوقية، لا سيما في الدول الديمقراطية أو التي تدعي على الأقل أنها ديمقراطية، لا يمكنهم أن يغضوا الطرف تماما من تقاريرنا، لأن هناك يعني إعلام حر، لأن هناك رأي عام يضغط، وهناك يعني سبل مختلفة للضغط على الحكومات الديمقراطية. يعني طبعا لا يعني هذا أن هذه الحكومات مثالية، ويعني الأمثلة كثيرة وفي مواضيع أخرى ضمنها الحرب على غزة، لكن على الأقل تشكل تقاريرنا أداة للضغط عليهم بواسطة توفير معلومات يعني دقيقة وأرقام دقيقة وحالات دقيقة. فالكثير من القادة الأوروبيون في السنوات الأخيرة كانوا يزعمون أن سوريا أصبحت الآن آمنة للعودة، وهذا ما كان من شأنها أن يحفز سياسات قد تلغي الحماية الممنوحة للاجئين، لكن نتمنى أن تقاريرنا ستذهب إلى تجعلهم يذهبون إلى طريق ماركس. من تم اعتقال تم بعض الاعتقالات في المعابر الحدودية، لكن في حالات أخرى تم اعتقالات يعني عند حواجز في حلب أو في إدلب. ويعني من أحد الأسباب التي تجعلنا نقول أن سوريا ليست آمنة هو منع المنظمات الإنسانية من الدخول ومنع المنظمات الإنسانية من الوصول إلى جميع مناطق البلاد لا سيما مراكز الاعتقال. فطبعا ليس فقط يعني مناطق محدودة بل كل سوريا نعتبرها غير آمنة نظرا للانتهاكات التي وثقناها والتي وثقها زملاؤنا من المنظمات الأخرى.